السلام عليكم، كي داير خوتي خواتاتي؟ كي داير نتوما؟ لاباس عليكم. تحيه ليكم، تحيه الناس مغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، تحيه لكم بزاف بزاف. اليوم واحد فلوق نجي نهضروا عليه، ومن بعد تشوفوا الفيديو ديال السيد نزار الصبيطي. ها انت جبتيها في راسك نزار الصبيطي شحال هذه، ما بغيتش نهضر عليك الهضره، ما بصح ما بقيتش باغي نهضر عليكم ولا هذه. كنشوفنا المنتفاهات تفاهه، اللهم ارتب. انا اعطيك واحد الهضره ديال اخويا، اسمعني مزيان روح لودني. هذا رساله، تجيك ميساج وتفهمها. شوف اي مدينه مشيتي ليها كاين حجره وطوب، كاينين رجال وكاينين هادي. حنا المغرب كامل رجال. كنتي دائما انت كتجبد راسك المشاكل، حسن سكت ديك فمك قبل ما تزق شي وحده عيطت لك قطره. انت فيما مشيتي تشوه راسك. هنا في مدينه العيون اقسم بالله الى العظيم، كان كنجلس مع شي ناس كنهضروا عليهم بحال كنجبدوا هضره، شي واحد ما كيحملكش صراحه. انا صراحه كندير واحد الحاجه وعارف راسي علاش كندير. انا هاني بديت هذا الميدان ديال اليوتيوب، انا باش كنعيق به ولا هذا، ديما كنخلي راسي بلاصتي زوينه. نهار تموت كيترحموا عليك الناس، نهار كدير شي حاجه علاش قلت في الفيديو الثاني قلت لك دير الخير تلقى الخير. ثم دائما داير لي شو شوف الفيديو اللي ربع عليك هذاك من الاول. ها ما عرفنا دابا منين تصدقوا انت ولا هي ولا هذا، ما فهمنا منكم والو. هو كيقول لك نتايا مزوج ومشيتي واحد الدار ديال براتش، ما فهمنا والو حنا مع القصه ديالكم. انا حريه التعبير ديالي، هادشي اللي كنسمعو وكنفهم ما فهمنا منكم والو. كيف بنادم بغى يدير شي حاجه يعرف، حنا والله ما بغيت لك هذيك، ما كتبغيها تعاودوك صراحه. كنشوفك كليتي العصا ما بغيناها لكش مره اخرى، عارف شنو كتخرج من بقمك، فهمتيني؟ عارف راسك شنو تخرج من فمك. انا كنت طنجة، مشيت طنجة بلادي وهضرت مع الناس واخا ما حطيتش الفيديو. صراحة طنجة هو كنتي طحتي في شي وحدين اخرين، انت مشيتي واحد الله يستعد زوين، كنتي هوتي تحت وتفرج. ايدي وكتار وخميسات اخويا مزوج وكترزق الله في هذيك القناة، ودير شي حاجة ليها بها ترتاح بها البال وبعد المشاكل. ما قلت على شي حاجه اخوي منها. انا نجيكم اخوت هذه الهضره باش ما تقولوش هضر طوان، ما جاش هضر. انا ما كنبقيش نثق في بنادم، ماشي داك الشيء ديال هذوك الفنان، ما بقيتش نثق فيهم كامل صراحه، والله العظيم ما بقيت نثق فيهم. والله يسهل عليك. وهذا المنبر، هذه الرساله في هذا الهواش، ما بغيتش نخسر الهضره، ما بغيتش نقول لك حتى شي كلمه، ما تقولش هذا كيعايرني ولا باغي يطلع عليا، انا ما كنطلع على حد. دير عقلك، تبارك الله مجوج ومرياج، دير عقلك. انا مناسب مع الخميسات، يلا انا مناسب مع الخميسات. وخميسات رجع صراحه دوزت فيها شحال، انا مشيت الخميسات وشفتها كيديرها زوينه صراحه، المنطقه عجبتني. انا شي كيعجبني على الخضوريه، انا مكرهتش كون انت خرج على الطبيعه وصور ليهم وهضروا بلا ما نهضر زوين، كلشي يحترم. انت فمك جوج هضرات، لا انا 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 شكون انت؟ تاني شاد السماء على الارض. ديما كنشوف هذيك الهضره ديالك ما فهمت منها والو صراحه. انا والديك احترام والراس العين ما كنهضرش عليهم، انت شفت ما فهمتش كيفاش خرجتي بحال هكا. دائما نزار نزار نزار، نزار توصلك السبيطي فين مشاتك؟ يلاه هذيك سميتو قال لك عنتر، هو عنتر شوف شنو قال لك. ما فهمنا والله ما فهمنا شي حاجه، هذيك الهضره اللي قال فلان، حنا اللي سمعنا حنا كنحطوا لك. انا كنت خارج مع مرتي ويجي شي واحد في الطريق يشدها للصحه، لا ما يمكنش، ما يقدرش يوصلها. ما يجيكنيش انا اخويا، نيش هذا الهضره الواقع، ماشي انا مجوز مارياج يعني المراه الثانيه، انا نعطيها كبالك. انا ماشي بحالك، انا غنمشي تعاود قصتي تقول هذه علاش ما تحطهاش وفيا ما تطلع. حنا كنمشيو دراوش الحمد لله، كيبغونا الناس. قالوا لي اخويا رضوان بقى في هذا المحتوى هذه، الحمد لله كنسمع الناس باش نستافد باش ما نطيحش في موقف، فهمتيني؟ هذا ميساج ليك الصبيطي، خذ تبعوا الفيديو هذا دابا نحطو لكم وشوف كي ولا. انا صراحه الله يجيب الشفاء مره اخرى، قد الطقم ديالك بنادم يخرج هضره زوينه. ساليتي مشيتي طنجة ما خليتي هذا، ما الا العيون ما هوتيلهاش، ومازال بغيتي تجي الداخله، الداخله ما صالحالكش. الداخله خويا كاينين تما شي ناس باقي ما كثار من هذوك،
وخليها بلاصه زوينه باش بنادم يحتار. باش بلا ما جيتي لواحد البلاد كلشي كيحتارك كلشي ربي كيبغيك فهمتيني اخويا. والله يسهل على الجميع. تحيي الناس اللي كيحبونا، تحيي الناس الجزائر، وتحيي الناس المغاربه داخل الوطن خارج الوطن. تحيي لكم بزاف، والله يطول لي في عمركم اخوص. انا اللي جيت دابا نهضر رد على هذاك السيد. انا رديت عليك، ما خسرتش معاك الهضره، ودير عقلك عم زوج ماتين، دير عقلك ودير محتوى زوينه، بدل حياتك، بدل الشخصيه ديالك. يا الاخوت بقاو مع الفيديو هذا، عاونوا الله لايك ريلاك، وسمحوا لي الخوت بهذا الشكل اللي مشي هذيك، علاش هذا هو الرد اللي رديت على السيد دابا. بغيت نفهمو، نفهمو الهضره ديالو باش ما يطيحش موقف ثاني. هذا هو الرد ليك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش نقول لكم؟ لا اله الا الله صافي. نزار جيت نطمنكم عليه، جيت نطمنكم على الحاله ديالو. دابا ولا بخير الحمد لله شويه من قبيله، ولكن كنحاول نمسحلو الدم، كنحاول نمسحلو الدم ديالو. والله العظيم ما ناسينش من البارح لدابا، قسما بالله العظيم جرى ما بغاش يديه كاع الناس، ما بغاش يديه. ماما سكتي راه كنصور، مبغاش كاع يدي الناس. حالتو خايبه بزاف. المهم بالنسبه للناس اللي سولوا فينا شكرا بزاف بزاف. ما تعوجش التليفون مادي، مادي كيصوروا كيديرها، ما كاين مشكله بنخليها عادي. المهم كنت خصها. يلا جينا من السبيطار، دار شهاده طبيه قبيله. كيما كتشوفوا حالتو، اجي تشوف دور. شوف هادشي ويم كلكم حتوي الله عليه تعالى ليتو كلكم. وانا ولد طرست نزار على هذه الهضره هذه كتاكل العصا. عرفناك ولد طرست، ها الناس يشهدوا. انت نزار كل دابا ساعه مع الخميسات ما فيهاش الرجال. الخميسات راه كلشي صحاب لك الرجال كاينين غير في اكادير وما كاينينش في المغرب. ها جاوب، علاش كتقول انا غير ولد طرست اللي فيها الرجال؟ ياك ما صاحبك خميسات المغرب كامل ما فيهش رجال، كاينين غير في الطراس. تنقول لك حبيبي ما تبقاش تقول هكا. الله يرضى عليك، كون امراه صاحبي كتطلع كتقول خميسات داكشي باش كيدابزو معاك. داكشي اللي قلت ليك انايا. والله انا زار صاحبي مرتك من خميسات، انا كنكبر من مدينتك وكبر من مدينتي. بغيت نشكر الناس ديال القنيطره، الناس ديال الحي محمدي، والناس ديال اكادير كاملين كانوا باغيين يجيو غير شنو وضعنا الفتنه. الحمد لله درنا ديكلاراسيون وغدا غادي نعرفوا شنو كاين. ما تقلبش كلب التليفون اخي هادي هاك هاك صور عادي. انا نوري حالك اخي مهدي، حالك دابا هادك مهدي كتبقى تعوجو. لا خلي اخي اخويا نيبالا راه دار فيديو هادي كاصلي مع هاد المنبر هذا، جات لهنايا وتلاقيت بيه انايا. شكرا اخويا. شو هنا ما بغيناش الفتنه هنا. اسمع ارتاح نيبالا والاخ يوسف شكرا بواحد. حنا ما بغيناش الفتنه، حنا راه ماشي في قانون الغابه. شكرا لكم. ولكن ما عندنا وهي، ولكن الفتنه ما عندنا ما نديرو بها. يجيو مدينتك مع المدينه وينوضوا، هذيك اكبر فتنه. الانسان غيتجه للقانون ويتبع القانون. هذاك الشيء نيت سمعني، هذا الشيء كون كتسمعني يعني زهر، ها هما الناس كيشوفوا ياك خوتنا. كون كتسمعني حبيبه وكتبع لي عقلي، ما غادي طيحش في هذا الشيء اللي انت فيه. انا فاش غنمشي لاكادير مرحبا الناس ديال اكادير، مشيت القنيطره مرحبا الناس ديال القنيطره. راه فين مشيتي كاينين الرجال، راه عين كاينه في حجر وطوب. وانت حبيبه كتطلع كتبقى تقول خميسه ما فيهاش الرجال، حتى خميسه تهضروا عليها الناس. لا حبيبه ما تبقاش تقول داكشي في اللايف، الله يرضى عليك. الله يسهل عليك. لا دابا هاد العناصر اللي ما غنسميوش، ما تسميش كلشي غادي نقولو للبوليس. ضربت اللايف وضرب مليون علاش فرنسي اش نطلع دابا كيتسحب لي. واش انا من داك النوع بنادم غير طرشني غيهرب؟ بنادم طرشني تكيتت انايا. السلام عليكم. انا الحمد لله راه ولد طراس، انت درتنا خيبه غير طلع العين في مراتي غيبقاني هنايا. وانا كنفتخر في هادشي. علاش؟ الحمد لله مادام مزوجه براجل، ما مزوجاش بشماته. عارفين كان نزار راجل وسيد الرجال. خويا مهدي انت حاضر، نزار ما كيبغيش يتبعني. تبع الراي ديال مرتك اصاحبي، تبع الراي ديال مرتك. شي كون كنتي كتبع الهضره ديالها راه كون كاع ما طاح في هاد المشاكل. عندنا ما نديرو بالتبرهيش وداك الضحك اللي كنديرو دابا تنهضرو في المعقول. ميبقاش فيا الحال نزار حبيبي. واش انا دابا انا مرتاحه حيت انت هكا؟ انا الناس ما شايفاش. هي معذبه معاك حتى هي الناس ما شايفاش. الصوص ديالي بالغوت مشى ليا، غادا معاك السبيطار، غادا معاك الجندار، غادا معاك. وانا
ما بغيتش هاد الحالة حبيبة. كان وجهي كامل عمر دم، راه اللي نصحتو ليا وملي كنت طالق داك اللايف راه عرفت عليها. شي ملي قرب يسالي الله قلت لكم الفيديو ديالي ملي قرب يسالي الله غندير غير ديك اللقطة ملي جيتي بالطوموبيل. ملي قرب يسالي الله رجعت بالطوموبيل ياك وانا نقول لها هرب ليا هربتي ليا في الدار باش هربتي. قول لهم حبيبة قول لهم واش درتي واش تكفلك ومسالية كتغوت قول لهم واش درتي باش هربتي ما خليتكش تخرج وما خليتكش دير اللايف. دابا انا هذا انا عارف بنادم غدعيني شي حقاش مراتي. دابا انا داك جدد قالت لي عفاك انا زهر ريح ما دير والو. قلت له شوف سمع الخوت سخوني الراس كترجع بالبروده خلاتنيش ندير اللايف. قلت له ما ديرش اللايف دابا ماشي اي حاجه كتوقع علينا اللايف راه حياتنا ماشي كامله السوشيال ميديا. تبت شويه الله تبت نزار تبت خلينا من الضحك وخلينا دابا في المعقول. تبت شويه الارض حيد التليفون وجلس مع راسك وعرف اش باغي دير. هو اش دار هز عليا الموز ديال حاده وانا هز البنت كنقول لك خزي هاك والله العظيم نخدم خزي خزي هزيت لكم وصا خلينا شو ما نزل شو ما قاعد شو ما نزل انا حقرد انا حقرد شاشه كي وليت البنت والمربيه صافي كتبكي وخلاني كنترعد واحد الباب وهو هارب عطات البنت دينا وانا تابعه هو هارب في الزنقه كيخوت وانا تابعه. دابا هي سدات عليا هذا الثروت هزيتي لها موز باش نخلعها. حلي الباب يلا حلي الباب نادى خاف عطاتني السوارت حطيت الموز وانا مشي انا مشي نديكلاري نفسي ما خلاتني شو داك راه غادي هارب وداير اللايف كتشوف بنادم دين مو بيضك كان كيحلم غير شي تابعه كيجي كيعطيني انايا ما لقيتوش هرب لي من الدربه وانا بالطوموبيله وي كان صوني كان صوني كتشوف بنادم دين مو كان كيحلم غير يشوفني شادني قاس كيخشي ليا واحد مننا واحد مننا واحد مننا على فمك ثلاثه على واحد على فمك ثلاثه كدير ثلاثه سمعني سمعني 34 عام كل واحد 34 عام محامين على واحد أربعة. محامين اربعه ياك محامين على واحد عنده 23 شو ما حكرتو عليهم انت فاكادير الا ما نختصفكمش في الرجوله انا من اكادير ما الخميس حتى ما اكادير ما تقولي طرا ما اكادير ما الخميسات وما اكادير عير شي الخميس هذا ماشي ولا الخميسات تقول لك فمك الفم ديالك اللي كيجيب لك العداوه اسيدي خليني زوين مع المغاربه كاملين حيت انا خدمتي ماشي في مدينه وحده هذه دخلها لراسك كدير بلاصه بزاف ديال المدينه روح القضيه عافاك اعتذر اعتذر من الخميسات اعتذر اعتذر واسمع كلامي انا كنعتذر من الخميسات هذوك راه ماشي ولاد الخميسات يلاه اعتذر من الخميسات راه هذا اللي كيصور هذا اللي كيصورني راه ولد الخميسات فهمتيني ولات فيا خلعه هادو ماشي ولاد خميسات رجال وصلوني حتى للكوميساريه فهمتيني غادي يدير الله يوفقك حبيبي راه بلاصه راه ماشي ولاد خميسات اللي ضربوني انا هذا ماشي ولاد خميسات شي هادو اللي من هاد النواحي اللي ما عرفتش منين شكون كان هادي شونطه ولا شي حاجه الا ما حيدتش لكم ماشي انا وني زهر الا ما حيدتش لكم العصب ديال رجليكم راه ماشي انا وني زهر وحق الله اخوتي هاد التعنصر اللي نوري لكم لا كيعرفش يهضر ما كتعرفش هذا فمك خايب نزار فاش وقفوا علينا فمك خايب من الدقه الاولى بنادم تيهضر انت اللي وقفت عليا انا ما وقفش عليا انا ياه نكونوا واقعيين نهضروا في الواقع ما وقفش حتى نزار ما ساهلش هضروا معاه اما وقفوا انت اما وقفوا عليك انت كليتي العصا اما وقفوا عليك صاحبي ضرب واحد عرفتي قداش ضربوه صاحبي بكروشيه قلبوه يلا وعلاش سميتو عنتر ما سميتوش عنتر شي غلط عرفتي اللي كيقولي لي لا لا سميتوش كاع عنتر دابا شوف نزار غتقول كلمه للي فان ديالك لي فان ديالك والناس اللي كيمخلوا عيني عليك غتعتذر من وتعتذر من الدراري ديال الخميسات وبنات الخميسات دابا نزار سكوت 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 كتسمع كلامي ما غنبغيش لك شي حاجه اللي تعاد وحق لا اله الا الله حبيبي غتعتذر من المغاربه وكاع اللي قلتي فيه حق من الخميسات غادي نعتذر واخا ما درت والو انا غنعتذر يلا تهضر من الخميسات عليك كمل كتقول خمس ما فيهاش الرجال انا كنقول ما فيهاش الرجال قلتيها جيب لي فيديو ديالك قلتيها خصك تقول خصك تعتذر في اللايف ملي كنتي معايا